وفي ختام اللقاء أعرب رؤساء جمعيات الصيادين عن شكرهم وتقديرهم إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على الحرص الدائم لمتابعة شؤونهم وتذليل كل الصعاب التي يواجهونها، مقدرين لمعالي وزير الداخلية رعايته واهتمامه لمعالجة المشكلات التي يتعرضون لها جراء الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة القطرية لاستهدافهم في أرزاقهم. أرواح أزهقت وحقوق انتهكت واعتقالات بالجملة، هذا ما تعرض له صيادو البحرين خلال السنوات الماضية من قبل السلطات في الدوحة، ولم تتوقف حتى يومنا هذا. من جميع مناطق البحرين اجتمع هذا الجمع الغفير من الصيادين للمطالبة باسترجاع حقوقهم ووضع حد نهائي للممارسات القطرية الخطيرة المجرمة عرفاً وقانونا. أنا أول شيء أبغي أشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوجيه وزير الداخلية بالتواصل مع الشعب. أنا من الناس اللي انظلمت وكنت قبل 5 سنوات يعني في مياه الإقليمية البحرينية مع أصدقائي طالعين بحر صيد، ما يقارب تقريبا 1 ميل كنت داخل مياه الإقليمية البحرينية، ففوجئنا ان في حوالي تقريبا 4 قوارب سريعه قطريه. طبعا ما كنا عارفين انها قطريه، قلنا نوقف علشان خفنا من يرمونا، شفنا اسلحه عندهم. انا عيسى حسن عبد الله اخ شو اسمه البحر محمد عبد الوهاب حسن خيام الذي توفى بتاريخ 4/6/2009، وكانوا يصطادون في رحله عاديه لم يتجاوزوا الحدود القطريه، ولكن على يعني على الحدود يعني ما ولا هرب ولا شيء، وقف على اساس لا يطلقون على شيء. جت الدوريه ودعمته في النص ودمرت جسمه ودمرت حتى النص وجهه مو موجود، وانقلب الطراد وياه 4 انفار صاروا بالسلامه الحمد لله، انقلبوا بعدين شالوهم الدوريه القطريه وقالوا ترى واحد مننا مو موجود، قاعد يدورونه ما حصلوا وراحوا. لاحقيني بالرشاش يقول لي والله لما وقفت رميناك بالرشاش، مهدديني داخل ديرتي الرشاشات علينا ومعاملتهم سيئه سيئه، ولا يدانون واحد اسمه بحريني. ياتي هذا التصرف القطري اللامسؤول نتيجه اعتقاد خاطئ لدى السلطات القطريه بان هؤلاء البحاره تعمدوا الدخول الى الحدود الاقليميه، حدود أقل ما يقال عنها بأنها حدود وهمية تحاول الدوريات القطرية المسلحة فرضها على الصيادين البحرينيين في محاولة منهم لإبعادهم عن مناطق الصيد البحرينية. احنا يودوننا ما بين قطع العرض وغميس داخل في البحرين تقريبا 200 متر عرفت عمرك، يودوننا قالوا اسحبوا الطراد دخلوا داخل سجلوا المارش داخل قطر، عقب ودوا الطراد هنا عقب هدوا العمال خلوهم في رويس بس موجودين، عرفت شلون؟ عقب يعني يفتم البحرين اضطرت يأود عندهم، رحت هناك اتحاكي عن المحكمة حكم علي الغاضب 50,000 دينار حكم علي. ليش 5,000 دينار؟ بداية طبعا ما يفوتنا إلا أن نشكر جلالة الملك عسى الله يحفظه ويطول في عمره على اهتمامه، وما هذه الجمع إلا دليل عسى الله يحفظه ويطول عمره اهتمامه في الصياد البحريني. فكذلك نشكر معالي وزير الداخلية على كلمته اللي الصراحة أغلب احنا نقول الصيادين اللي شفناهم وتواياهم مستبشرين خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نتأمل أن الصياد البحريني يطلع من البحرين يروح حق الهيرات اللي الأصل هي يعني هيرات بحرينية ويروح وهم مطمن. ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية تجاه الصيادين البحرينيين يعد مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن هذه الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة. بسام البدوي لمركز الأخبار
تلفزيون البحرين.